لو نفسك ترسم بسهولة جدا وتحترف الرسم في اسرع وقت، ركز في الفيديو ده لانك مش هتلاقي زيه على اليوتيوب نهائيا، عشان فيه معلومات رهيبة وحلوة قوي لكل واحد بيحب الرسم او نفسه يرسم بسهولة جدا. الاول هنعرف مع بعض نقطة غلط جدا بيعملها اي واحد نفسه يبدأ في الرسم او نفسه يبقى رسام محترف، ان هو ببساطة بيبدأ يفتح اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بقى اليوتيوب او الانستجرام او الفيسبوك او اي حاجة من الكلام ده كله، ويبدأ يبحث عن رسومات لاي رسام محترف ويحاول يقلد الرسومات دي بالظبط، فتطلع وحشة جدا معاه فيقول لنفسه انا فاشل في الرسم، ويبتعد عن الرسم نهائيا كمان اعتقادا منه انه ما ينفعش يبقى رسام ابدا. عشان كده هنعرف بعد الفاصل ازاي تبقى رسام محترف بسهولة جدا وازاي تبدأ صح في الرسم. السلام عليكم، معاكم محمد ابراهيم. النهاردة هعرفكم ازاي تبدأوا في الرسم صح وبسهولة جدا وتحترفوا كمان الرسم في خلال 100 يوم بس. اول حاجة السؤال اللي لازم تسأله لنفسك وتفهمه كويس جدا، يعني ايه رسم؟ هو رسم له معنى؟ والكلام الكبير ده يا جماعة، طبعا الرسم له معنى وبسيط جدا، هو تحويل الاشياء من شكل مسطح لشكل مجسم. مثال بسيط على كلامنا عشان نفهم اكتر، الدائرة مش رسم ولكن لو حولناها لكورة تبقى رسم. المربع مش رسم ولكن لو حولناه لمكعب فهو رسم. المثلث مش رسم، الكون رسم، وهكذا. فالرسم هو تحويل اي شكل من مسطح لمجسم، وده تعريف الرسم بسهوله جدا. يعني لو انت خالفت القانون ده او التعريف ده فانت مش بترسم خالص. في ناس بتعمل الخطوط الخارجيه للشكل وتقول لك ده رسم، ولكن كده مش رسم لانك ما جسمتش الخطوط دي على الورقه. عشان تحترفوا الرسم بسهوله جدا حاولوا تبداوا بخامه بسيطه جدا، خامه الرصاص، وابداوا بقلم رصاص درجته 2 بي في التمرينات بتاعتكم المستمره وتدريبات على الرسومات وعلى اشكال الخطوط في الورقه. اهم نقطه لاحتراف الرسم بسهوله جدا هو معرفه اساسيات الرسم اللي هي البيزكس بتاع الرسم. لازم تعرف اساسيات الرسم ولازم يبقى عندك قاعده قويه جدا عشان ترسم اي رسمه وانت فاهم يعني ايه ظل ونور ويعني ايه اماكن اضاءه والكلام ده كله. مشكله المبتدئين في بدايتهم انهم بيبقى ايديهم تقيله في الرسم، فعشان كده لازم يتمرنوا كتير على حركات الخطوط باشكال واتجاهات مختلفه على الورقه اللي بيرسموا فيها، لان التدريبات دي بتساعدهم كتير في رسم اي شيء بسهوله جدا، وكمان بتساعدهم في الجرأة على الورقة بدون أي خوف، وكمان بتقوي جدا أعصاب إيديهم في الرسم وحساسية إيديهم على الورقة. فعشان كده لازم نتدرب كتير على أشكال خطوط مختلفة على الورق عشان يبقى عندنا جرأة على الورقة ونرسم بسهولة جدا ونطلع الخط بطريقة سهلة وطريقة ميسرة في الرسم بتاعنا. وكمان التدريبات دي بتمنع رعشة إيدك، لأن في ناس كتيرة مشكلتها في البداية في الرسم إنها إيديها بتترعش في الرسم، فاكتر حاجه هتظبط ايديك اثناء الرسم هي تدريبات اللي هي على اشكال خطوط مختلفه، وبتخلي ايدك متمكنه جدا وخطوطك متقنه بشكل احترافي. فلازم لو عايز تحترف الرسم تبدا بسرعه بهذه التدريبات والاستمرار عليها يوميا عشان ايدك تتحسن في الرسم. بندرب ايدينا كتير وباستمرار على رسم الاشكال الهندسيه بكل انواعها المختلفه، سواء بقى كانت دوائر او مثلثات او مربعات وهكذا، لان معظم الرسامين المحترفين بل كلهم كمان بيستخدموا طريقه التبسيط في رسم اي تكوين. طريقه التبسيط دي يا جماعه يعني ايه؟ يعني تقسيم اي شكل لخطوط او اشكال هندسيه لتبسيط التكوين ورسمه بسهوله جدا. وعمليه التبسيط في الرسم مشابهه تماما لتبسيط المسائل الحسابيه في الرياضيات، وطريقه التبسيط دايما هي الحل الامثل لمواجهه اي مشكله بيقابلها الفنان المحترف. يعني لو لقى رسمه معاه صعبه بيبدا يشتغل ان هو يقسم الشكل اللي قدامه بطريقه الاشكال الهندسيه، بعد كده يبدا يرسمه بسهوله جدا. فعشان كده لازم نمرن ايدينا كتير على الاشكال الهندسيه في بدايتنا في الرسم. تاني نقطه مهمه جدا من اساسيات الرسم هي التظليل. يعني ايه التظليل ببساطه؟ يعني شكل او اتجاه حركه الخطوط بتاعتنا على الورقه لعمل الظل والنور لتقسيم الاشياء. تاني حاجه لازم نعرفها في التظليل انواع التظليل واكتر طرق التظليل شيوعا اللي بيستخدمها معظم الرسامين المحترفين. اول حاجه الطريقه الاولى هي الهاتش. الهاتش هي نوع من انواع التظليل، وهي عباره عن عمل خطوط بجانب بعضها بشكل متوازي على الورقه لاظهار الشكل على طبيعته اثناء الرسم. اما الطريقه الثانيه للتظليل اسمها الكروس هاتش. الكروس هاتش دي هي عباره عن عمل خطوط متقاطعة في التكوين بتاعي او في الرسمة اللي انا بعملها لاظهار الشكل على طبيعته اثناء الرسم. اما الطريقة الثالثة والاخيرة هي طريقة الاسكامبل. يعني ايه ببساطة طريقة الاسكامبل؟ هي التظليل بشكل دائري على الورقة لتكوين الظل والنور ولاظهار الشكل على طبيعته. لازم نحاول نتقن التظليل لتقسيم اي شيء بسهولة جدا، ولازم نعرف ليه عملنا في جزء معين ظل وفي جزء تاني نور، لان التظليل هو من اهم اساسيات الرسم، لأن أي رسمة عندي بتتكون من نسب وأبعاد ثم تظليل.
وزي ما عرفنا تعريف الرسم ببساطة ان انا بحول الاشياء من مسطح لمجسم، فعشان كده التصليل من اهم نقطة في اساسيات الرسم، لازم تعرفها ولازم تتقنها عشان ترسم اي حاجة بسهولة وبدون اي خوف. التشريح هنا المقصود به هو تشريح جسم الانسان. يجب معرفة علم التشريح بنظرة عامة وسريعة لاحتراف رسم جميع اعضاء الجسم، مثل مثلا اليد او الوجه او الانف او الاذن وغيره من اعضاء الجسم. اعضاء الجسم كتيرة جدا، فلازم نعرف تشريح كل جزء من دول لوحده. والتشريح هو عبارة عن تكوينات العظام الداخلية للجسم وحركاتها المختلفة، ولازم نعرف كمان معرفة تكوين العظام باشكالها المختلفة من الداخل، ونبدأ نكون عليها الاشكال الخارجية لاجزاء الجسم، وبعد كده نبدأ نرسم الجسم بالكامل بسهولة جدا. يعني نبدأ الاول بالاشكال الداخلية للعظام، وبعد كده الاجزاء الكبيرة للجسم والاجزاء الخارجية. ومن اهم النقط في رسم الجسم بالكامل لازم نعرف تقسيمات الجسم. اما التناسب هو انك تتدرب على رسم تكوينات واشكال مختلفة بطريقة النقل من الطبيعة الحية او طريقة الرسم المباشر. وفي طريقة الرسم المباشر بنعمل فيها اسكتشات سريعة لأشكال مختلفة وتكوينات مختلفة، ونحاول نستمر في تدريب عينينا كتير لرسم أي تكوين بسهولة جدا على الورقة. وطريقة الرسم المباشر هي من أفضل الطرق لاحتراف الرسم، لأنها بتساعدك في تدريب عينك لتحويل أي شيء من الطبيعة لخطوط بسيطة على الورقة. وأثناء التدريبات على الرسم المباشر مش شرط تطلع رسمة متقنة 100%، ولكن يجب انك تدرب عينك كتير على اماكن الظل والنور في التكوينات اللي بترسمها. وعملية الرسم المباشر مع الاستمرارية فيها بتقوي مستواك جدا في النسب والابعاد وانت مش واخد بالك خالص. يعني طول ما انت شغال رسم مباشر رسم مباشر، دي بتخليك تتقن النسب والابعاد بسهولة جدا وفي وقت قياسي. وفي نوع اخر للتدريبات على النسب، وهو النقل من الصور. وطبعا مش شرط خالص انك ترسم وجوه من الصور بس، يعني ترسم اي اشكال مختلفة وتكوينات مختلفة، مش شرط الوجوه في البداية. ممكن ترسم اي شيء للتدريب على النسب، وتحاول بقدر الامكان تطابق الرسمة بتاعتك بالصورة لاتقان النسب والابعاد بسهولة. ولكن دايما اقولك ان الرسم المباشر هو افضل الطرق للتدريب على النسب والاحتراف الرسم في وقت قياسي وبسهولة جدا. اما النقطة الرابعة ومهمة جدا لاساسيات الرسم، هي نقطة المنظور. لازم نعرف يعني ايه منظور ببساطة، ولازم نعرف ايه علاقة المنظور بحجم الاشياء والبعد بتاعها، وازاي كمان بيتغير حجم الشيء او بيختلف المنظور بتاعه اثناء الرسم بتاعنا. يعني كل ما بتنظر للشكل من اتجاه معين بيبقى له حجم وشكل مختلف عن الاخر. الهدف من المنظور هو اتقان الرسم والمحافظة على النسب والابعاد وتكوين عنصر الظل والنور لاتقان العمل الفني اثناء الرسم. لازم عشان نتعلم المنظور نعرف يعني ايه مستويات النظر، وهما ثلاث انواع مهمين جدا لازم تعرفهم كرسام. اول نوع اسمه مستوى النظر، ويسمى منظور عين الانسان. اما النوع الثاني هو اعلى مستوى النظر، ويسمى منظور عين طائر. اما النوع الاخير من المنظور هو اسفل مستوى النظر، ويسمى منظور عين النملة. من اهم الاشياء اللي لازم تعرفها في المنظور كرسام مبتدئ، ان كل ما الشيء يبتعد عن العين بيصغر، وكل ما بيقرب لعينينا حجمه بيكبر. ودي من اهم نظريات المنظور، والنظرية دي بتساعدنا كتير جدا في النسب والابعاد، وازاي اعرف اظبط النسب بتاعت الشكل اللي انا برسمه بعيني من الطبيعة الحية. اما النقطة الاخيرة من اساسيات الرسم ومهمة جدا لكل رسام مبتدئ، هي نظرية الالوان. الالوان من اهم الاشياء لكل الناس عموما وللرسامين بالاخص. وبالنسبة ليك كرسام لازم تعرف وتتعلم طريقة دمج الالوان اثناء الرسومات بتاعتك، وكيفية تحضير لون فرعي من لونين اساسيين. ومهم جدا تتعلم كيفية اختيار الالوان الصحيحة برسوماتك، وتوظيف كل لون في مكانه المناسب عشان تنجح العمل الفني اللي انت بترسمه، وعشان تقدر تعمل عمل فني قوي جدا ومتناسق في الالوان بتاعته. وكمان لازم تختار الوان تعبر عن شخصيتك في لوحاتك، وتعبر عن الموقف بتاع اللوحة اللي بترسمها. وفي نظرية الالوان لازم كمان تعرف ازاي تحلل شخصيتك وشخصية الاخرين من خلال اختيارهم لالوان معينة. وبعد معرفة اساسيات الرسم والحاجات اللي بتخلي اساسك قوي جدا في الرسم، تقدر ترسم اي حاجة بسهولة جدا وما يهمكش اي حاجة، ويبقى عندك جرأة على الورقة وما تخافش من اي حاجة اثناء الرسم. عشان كده لازم يبقى عندك اساس قوي، ولازم تعرف الاساسيات دي، لان دي اكتر حاجة فرقت في مستواك جدا، وتقدر تحترف الرسم بالحاجات دي كلها في خلال 100 يوم بس. ما تنسوش اللايك اهم حاجة، ووصلوا الفيديو ده لكل مبتدئ، لان في ناس مبتدئين عندهم احباط
وبيبدأوا غلط كتير في الرسم، فعشان كده لازم يبدأوا بالفيديو ده ويعرفوا ازاي يبدأوا ويعرفوا أساسيات الرسم بسهولة جدا، أو يعرفوا معظم الأساسيات، مش شرط يتعمقوا في كل أساسيات الرسم، ولكن دي هتخلي أساسكم قوي جدا وتقدروا ترسموا أي حاجة بسهولة جدا. فعشان كده بأكد عليكم ان تسوش اللايك ضروري جدا لدعم الفيديو وتوصيله لكل مبتدئ في الرسم عشان يحترف ويبدأ صح. أشوفكم في فيديو جديد يا أجمد فنانين في الكوكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.